شنو السبب ديال انه حرمات ما كاينش في المسرح؟ قناعات هي لو شوان قناعات ديال المدرب. علاش مشكل عندي مع ليكسبيرونس اللي وريتكم ملي كنت مدرب اما ديال الفوس اما ديال الوداد اما ديال المنتخب اللي بديت انا مسايس رجع كان عندنا الحمد لله كان جا مشى ما انا كنشوف لانتيغي ديال ليكيب عمري ما غادي ندير ركراكي فوق ليكيب ناسيونال ولا يستاهل يجي معايا في لو ستيل دو جو ديالي في لي جوار اللي عندي ليفيكتيف اللي عندي انا اللي غيستاهل يستاهل. سفيان سي بوتيت ان دي ميور اكزومبل مع كهبي سي دي جوار اللي ما جيبش لا كوب دو موند اللي ما جاش مي ملي كيكونوا في مستوى كنامن اللي يقدروا يعاونوني غيجي. وربيع ماشي غير ربيع باسكو كتمشي غير على ربيع يا بوكو دو جوار كي ميريت دو فينير اون ايكيب ناسيونال. فحقا نعاود لكم plus on avance dans les années et plus c'est difficile d'intégrer l'équipe nationale. Et انا بالنسبه لي لي beaucoup de joueurs qui méritent غيبقوا خدامين قف مستوى ديالهم ونهار اللي انا نامن نقدر يدخل في هذا المنتخب ويامن يجي يهز البلاصه ديال واحد فيهم غيكون معنا sans aucun problème. ما عنديش مشكل بالعكس. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.